في زمن شراء اللاعب ولا تربيته الحالي في الكرة الحديثة بقى مهم جدا، مش بس انك تشتري، لا انك ازاي تعرف تشتري، لانه كله بقى بيشتري. والبطولات المجمعة زي كاس العالم وكؤوس الامم اللي منها اليورو اللي بتلعب دلوقتي تعتبر الفرصة الاكبر لانك تشتري لعيبة بتبين افضل ما عندها في وقت قليل تحت ضغط كبير جدا، وكده كده احنا في الصيف والنافذة مفتوحة. بس هل فعلا الكلام ده صحيح، ولا لما بتشتري لعيب بناء على بطولات مجمعة زي اليورو بتضيع الفلوس اللي معاك؟ انا ما معيش خالص. صيف سعيد عليكم اعزائي المشتركين، مع اطيب التمنيات بالبينيا كولادا الساقعه المشبره على بحر ازرق لامع كده برمله بيضاء، وانتوا بتاخدوا الدي يوز الحلو ده تاخدوا معاه بطوله يورو رائعه تعوضنا عن الغياب بتاعها لمده سنه كامله من 2020 ل 2021. وبما ان البحر بيحب اللعب فاحنا هنلعب لعبه سريعه خفيفه كده الحلقه دي، وهي اننا هنراجع الثلاثه يورو اللي فاتوا ونشوف انت تقدر تبني الميركاتو بتاعك على مستوى اللعيبه بتاعه اليورو بس. توفيرا للوقت والفرهضة في عز الحر اللي احنا فيه ده، قررنا ان احنا نرجع 3 بطولات يورو بس عشان ناخد العينة اللي نجاوب بيها على السؤال ده. من 13 سنة بالتحديد في صيف 2008 كان مانشستر يونايتد مع السير أليكس فيرجسون لسه وعامل الثنائية بالدوري البريمير ليج ودوري ابطال اوروبا، وكاس الاتحاد الاوروبي راح لزينت سان بيترسبرج الروسي، ومنتخب اسبانيا كان على بعد ايام قليلة من سيطرة وهيمنة هتستمر لاتنين يورو ما بينهم بطولة كاس عالم. ارض خصبة لميركاتو تقيل، لكن اللي طال اليورو منه، وهنا نقصد الصفقات اللي اداء اللاعب في اليورو اثر فيها، كان 3 صفقات كبيره بس. ظاهره اليورو الروسيه رومان بافليتشينكو انتقل لتوتنهام هوتسبور ومعاه بدايه مسيره تاريخيه للوكا مودريتش اللي راح توتنهام برضو من دينامو زغرب الكرواتي بعد البطوله، والظهير البرتغالي جوزيه بوسينغوا اللي انتقل بعد البطوله من بورتو البرتغالي لتشيلسي الانجليزي. عدينا 4 سنين وجبنا الفشار وقعدنا على الكنب مستنيين يورو 2012 يبدا، ومعانا تشيلسي بطل دوري ابطال اوروبا، وراديميل فالكاو بيشيل اتلتيكو مدريد على كتافه ويبر العالم بادائه عشان يكسب بيهم اليوروبا ليج اللي اتغير اسمها من اسم كاس الاتحاد الاوروبي بتاع زينت اللي فات ده. وهنا الموضوع اتعقد شويه، فلو بصيت على قائمه الميركاتو هتلاقي انتقالات كبيره حصلت في صيف 2012 للعيبه اسمها اتكتب في اليورو بس يا اما ما اثرتش فيه، زي خافي مارتينيز اللي انتقل للبايرن وكان اغلب اليورو دكة، او لوكا مودريتش اللي انتقاله لريال مدريد كان سببه اسمه اللي بناه مع توتنهام مش اليورو بس، ولعيبه قدمت بطوله جيده بس مش استثنائيه لكنها فادت الفرق اللي انتقلت لها، زي ماريو مانجوكيتش اللي راح البايرن بعد ما سجل 3 اهداف في يورو 2012. واهم واكبر صفقه من اليورو ان لم يكن من الثلاثه يورو اللي في الحلقه دي كلهم، هو انتقال الظهير الاسباني جوردي البا من فالنسيا لبرشلونه بعد بطوله يورو تاريخيه للعيب اثر كتير في البارسا وتفاهم من اول يوم وعمل شراكه ناجحه مع ملك كاتالونيا ليونيل ميسي. صدق لو تأمن بالله ورب بحبك، عارف ليه؟ لأنك أولا راجل، ثانيا نخوة، ثالثا قلبك على قلب جدع جاي معايا في أي حاجة يا جدع، وربي انت البرازر اللي ما جابتوش ماي مظهر. اي لاف يو يا عم، اي لاف يو يا عم، انت عايز يا جدع ده انت جدع قوي، بحبك يلا. يورو 2016 كان اخر بطوله العالم فيها سعيد وبريء قبل ما يكح ويعطس ويخش يقعد في البيت. دخلنا البطوله بريال مدريد بطل لدوري ابطال اوروبا لاول مره في الثلاثيه التاريخيه اللي هتمتد من 2016 ل 2018، واشبيليه الاسباني بيزود سيطره اسبانيا ويزود نحس يورجن كلوب في النهائيات وبيكسبه هو وليفربول وياخد اليوروبا ليج للمره الخامسه في تاريخه. واهم بقى من كل ده البوج باك. اكبر صفقات صيف 2016 ضجة بلا منازع كانت رجوع بول بوجبا لبيته مانشستر يونايتد، خصوصا بعد بطولة يورو شارك في كل دقائقها ووصل فيها للنهائي. لكن الصفقة الاكبر من اليورو اللي نقدر نقول فعلا انها كانت بسبب مستوى صاحبها في البطولة، كانت انتقال الشاب المراهق البرتغالي ريناتو سانشيز من بنفيكا لبايرن ميونخ، وزميله الظهير رافائيل جاريرو اللي مساهمته الضخمة في فوز بلده باليورو على ارض فرنسا حجزت له تذكرة لبروسيا دورتموند ولسه هناك لحد دلوقتي. 3 يورو ب3 ميركاتو، فيهم اللي كان مخيب او بمعنى صح مقلب، وفيهم اللي مستواه في اليورو انتقل معاه لفريقه الجديد. وعشان نحدد فكره انك تشتري من اليورو او اي بطوله مجمعه من الاساس دي فكره ناجحه ولا فاشله، فلازم نشوف الناس اللي مستوياتها كملت معاها لانديتها دول نسبتهم كانت كام من اصل الميركاتو كله، علشان نشوف فكره انك تشتري من اليورو دي فكره ناجحه ولا
هنا هتلاقي من اصل الثلاث بطولات يورو اللي فاتوا خمس لعيبه بس على الشاشه، هم اللي انتقالهم كان مبني على ادائهم في البطوله وقدروا يكملوا بنفس الاداء والمستوى ده. بس هنا في حاجه مهمه هندركها لو تغاضينا عن اللعيبه اللي ما قدرتش تخش في المقارنه دي من الاساس، زي جواو ماريو وجرانيت شاكا اللي انتقلوا في 2016 لانديتهم. ان عدد اللعيبه اللي انتقلت علشان مستواها في اليورو بس قل كتير جدا عن زمان قبل الثلاثة يورو اللي فاتوا. فهنا في وجهه نظري الانديه جاوبتنا على سؤالنا في الحلقه دي قبل ما احنا ندور عليه ونجاوب. طب الكرة فين؟ شراء اللعيبة بناء على مستواهم في اليورو او البطولات المجمعة دي حاجة فعلا قرارها سليم ولا ضيع فلوس؟ خد خمس ثواني وتعالى لي كلمة تانية. بالنسبة لي اللي شايفه في الحلقة دي بيقول ان الاجابة لا، ومش بناء بس على المقالب اللي خدتها الاندية زي ما حصل مع جواو ماريو وريناتو سانشيز بعد يورو 2016، لكن كمان عشان الاندية بقت بتبني الميركاتو بتاعها على اساس علمي اكتر بكتير من اسم لمع خلال بطولة اطول طريق ممكن ليك فيها 7 ماتشات، وده لو افترضنا من الاساس بقى ان اللعيبة الحالية عندها نفس الشغف بتاع اللعيبة بتاعت زمان في انهم يلعبوا مع المنتخبات بتاعتهم ويجيبوا لهم بطولة لبلدهم. انت شفت الحلقة بتاعت كرة الاندية ضد كرة المنتخبات ولا ايه نظامك؟